هذا التقرير 31 لدائرة المحاسبات. تعالى سنة. هذا يا سيدي السنة القضائية 2016-2017. التقرير هذا حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2016. تشرفت بمقابلة سيادة رئيس الجمهورية وكانت مناسبة لتقديم التقرير السنوي 31 لدائرة المحاسبات. تقرير يعني يتعلق ب 26 مهمة رقابية ميدانية أنجزتها يعني دائرة المحاسبات خلال السنة القضائية 2016-2017. أعطيت لسيادته يعني فكرة على محتوى التقرير. التقرير كما قلنا فيه 26 مهمة رقابية ميدانية في عديد المجالات، مجالات اللي تهم يعني الشأن العام المواطن التونسي، وكذلك يعني تهم يعني القائمين على إدارة شؤون هذا يعني البلاد. مهمات تتعلقت يعني بكل القطاعات، قطاع الضمان الاجتماعي، قطاع يعني الصحة، قطاع الفلاحي، قطاع النقل، قطاع يعني ما يسمى بالحكم المحلي، كذلك يعني قطاع الطاقة، عدة يعني مجالات اهتمت بها دائرة المحاسبات. وكذلك يعني أعطيته بسطة على كل يعني النقائص والإخلالات اللي تم إثارتها في هذا التقرير، إخلالات اللي حالت دون يعني حوكمة التصرف في المال العام. وكذلك يعني أعطيته يعني فكرة على التوصيات اللي قدمتها دائرة المحاسبات في هذا التقرير، ويعني طالبنا كون التوصيات يتم تفعيلها لتفادي يعني وقوع مثل هذه الإخلالات وهذه النقائص يعني في المستقبل. كذلك أعطيته بسطة على مختلف يعني أنشطة دائرة المحاسبات اللي تتولى حاليا إنجازها، على غرار يعني الرقابة على تمويل الحملة البلدية 2018، كذلك يعني مهمات خصوصية حاليا تتولى دائرة المحاسبات معنا إنجاز رقابة في شأنها. ثم زاد كذلك أعطيته بسطة على يعني الأعمال القضائية وخاصة يعني القضايا المنشورة أمام القضاء المالي للبدء فيها نهائيا، سواء تعلق الأمر بزج أخطاء التصرف أو يعني بالعقوبات في مجال يعني تمويل الحملات الانتخابية. شكرا.